مشاهدي قناة ميديا ان تي في على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي جي سبور، البرنامج الذي نناقش فيه جديد الرياضة والرياضة عامة على الصعيدين المحل الوطني وكذلك الدولي. حلقة اليوم لمناقشة المشاركة المرتقبة للأندية المغربية في المنافسات الإفريقية ولمناقشة عدد اليوم من دي جي سبور نرحب بالإطار الوطني يوسف المرينيس. يوسف مرحبا بك وشكرا لقبولك دعوة قناة ميديا تي في. مرحبا الأخت حليمة، مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. أهلا سي يوسف، بداية ستكون بمباراة فريق نهضة بركان برسم إياب الدورة التمهيدية الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقابلة مرتقبة على بعد دقائق من انطلاقها اليوم على أرضية ملعب بركان البلدي أمام فريق داجي البنيني، كيف ترى حظوظ الفريق البركاني من أجل بلوغ دور مجموعات كأس الكاف؟ وحظوظ النهضة البركانية كبيرة جدا من أجل يعني التأهل للدور القادم، دور المجموعات، خصوصا أنه قدم مباراة كبيرة جدا في البنين، لأن كان سيطرة مطلقة، ويعني زكى ذلك بالأهداف اللي سجل. كنظن بأن النهضة البركانية الآن أصبح يعني عنده تجربة كبيرة داخل الدول الإفريقية، وخصوصا يسافر جيدا، والآن عنده يعني فرصة كبيرة جدا من أجل التأهل، وخصوصا أنه سيلعب داخل الميدان ديالو أمام الجمهور ديالو. النهضة البركانية يتوقع على ترسانة كبيرة من اللاعبين الجيدين، والآن أصبح يعني حتى أسلوب اللعب، فلسفة يعني الشعبانية أصبحت الآن يعني نقدر نقولوا مستوعبة أكثر من طرف اللاعبين، وأصبحت يعني عندها فعالية كبيرة جدا، ولاحظنا في بداية البطولة ديال السنة هذه وكذلك في المباراة ديال. نتمنى يعني النهضة البركانية يتألق كثيرا في هذه المباراة ديال اليوم. نعم سي يوسف، كما نعلم مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق البرتقالي بهدفين نظيفين، اليوم كما قلت الفريق البرتقالي على بعد خطوة واحدة من بلوغ دور المجموعات، المقابلة على أرضه على أمام جماهيره، يعني ما هي النقاط التي يجب أن يركز عليها نهضة بركان في هذه المقابلة، خصوصا كما قلت بعد يعني تعزيز صفوفه بلاعبين كبار من حجم الحارس المرمى منير الكجوي، يعني الذي سيعطي وأعطى منذ البداية يعني نقطة إيجابية وكبيرة في صفوف الفريق البرتقالي. ومقارنة مع الفريق الخصم يعني لا مجال للمقارنة. النهضة البركانية فردا فردا يعني كل اللاعبين يتوفرون لمؤهلات كبيرة وفي جميع الخطوط، يعني كنلاحظ بأن هناك تكامل في جميع الخطوط، يعني الدفاع متراس يعني بقيادة دايو العسال، و يعني وسط الميدان يعني بمرابط يعني بلاعبين هجوم يعني غني جدا. بول فاليري باسين اللاعب القادم خلال الميركاتو نعم. الماضي من فريق مولودية وجدة كذلك أعطى دفعة إيجابية وقوية في خط الهجوم. بطبيعة الحال يعني لاحظنا في المباراة الأخيرة تألق كثيرا بجانبه، كان مهري وزغودي يعني والمرابط وراءهم، أظن بأن هجوم يعني قوي جدا. باش نرجعوا للسؤال ديالك أخت حليمة، على أن اليوم وهو تزكية النتيجة السابقة، وكذلك يعني كنعرفوا بأن النهضة البركانية في بداية المشوار ديالو لا في المنافسات المحلية ولا في المنافسات الخارجية، ولذلك سنرى أن نهضة بركان سيتطور مع الوقت، لأن بداية البطولة لعب مباراة واحدة في المشوار الإفريقي، مباراة واحدة، والآن أنا نلاحظ بأنه سيكون هناك تطور، وكنظن بأن من المفروض على أن نهضة بركان يتألق اليوم ويزكي ذلك بأهداف كثيرة إن شاء الله.
نعم سي يوسف، نذهب إلى المقابلة الثانية. رجاء الريادي مقبل غدا السبت على مقابلة مهمة، خصوصا بعد عودته بالتعادل. التعادل يبقى مهم بهدفين في كل شبكة أمام سامارتكس الغاني. كيف ترى حظوظ الرجاء للتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟ حظوظ الرجاء يعني كان أعتقد بأن حظوظ كبيرة جدا، لأن كنعرفوا الرجاء يتميز بأسلوب لعب المبني على الكرات يعني أو كرة القدم المبنية من الخلف، يعني كرات قصيرة، كرة يعني جميلة جدا، يمتع الجمهور وبفعالية كبيرة. مع الأسف يعني في المباراة ديال الذهاب يعني كانت نقص في الفعالية، لأن خلق فرص كثيرة جدا، سيطر على المباراة، كانت مسيطر على وسط الميدان، كان يحتكر الكرة بشكل كبير جدا، ولكن مع الأسف التمريرة الأخيرة كانت فيها نقص في الفعالية، وكذلك يعني الفعالية الهجومية كانت ناقصة. كان يعني كنتمناو يعني اليوم نشوفوا نجاعة هجومية أكثر وأكبر باش يزكي النتيجة ديال الذهاب. كنظن بأن من اللازم على أن الفريق الرجاء يحتاط من المرتدات ديال الفريق الغاني، لأن الفريق الغاني ليس لديه ما يخسر في هذه المباراة، هذه سيلعب من أجل المرتدات السريعة ويدافع بشكل جيد. أعتقد بأن المباراة لن تكون سهلة، ولكن باستطاعة يعني الرجاء يعني تجاوز هذه العقبة هذه، لأن الرجاء يتوفر على يعني ترسانة كبيرة من اللاعبين المشرفين وأسلوب لعب، يعني رغم تغيير المدرب ولكن أسلوب لعب المبني على الهجمة المبنية، المرور من الدفاع وسط الميدان إلى الهجوم، الاحتكار ديال الكرات والضغط العالي على حامل الكرة بكتلة دفاعية يعني متقدمة جدا. يعني كنظن بأن الرجاء قادر إن شاء الله يعني في المباراة المقبلة إن شاء الله باش يوسف، تحدثت عن فلسفة الرجاء داخل رقعة الميدان، كيفية خوضه للمقابلات وكيفية وصوله إلى مربع عمليات كل الخصوم. في نظرك هل المدرب البوسني الجديد سفيكويا يتماشى مع فلسفة الرجاء، وهل ستكون له بصمة كالألماني جوزيف زيمباور الموسم الماضي؟ سؤال وجيه جدا، لأن هذا من المفروض على أننا نطرحه على المدرب، لأن من المفروض على ان فريق متألق، فريق بطل، ما لازمش اننا نغيروا طريقه فلسفه اللعب كما ذكرتوا، فلسفه اللعب وبفعاليه كبيره لان بطل، وهذه الفلسفه ليست ولدت السنه الماضيه مع زيمباور، هي فلسفه الرجاء، فلسفه لكن الرجاء حافظ عليها على زيمباور، تأقلم معها، نقدر نقول تأقلم معها، لان بدأ في الاول بصعوبه كبيره، كانت عنده صعوبات كبيرة في دمج اللاعبين ودمج حتى فلسفة المدرب مع فلسفة النادي، ولكن في الأخير فلسفة النادي تغلبت على الفلسفة ديال المدرب وقدر يتأقلم، وهذا هو النجاح ديال زيمباو. الآن كيتبقى يعني السؤال المطروح، هل المدرب البوسني سيتأقلم وسيضيف اللمسة اللازمة خصوصا من ناحيه الفعاليه، فعاليه دفاعيه، فعاليه هجوميه، لان الفلسفه ستبقى، والنادي الرجاء معروف باسلوب اللعب ديالو المبني على الكرات القصيره واللعب الممتع، لان فريق الرجاء يمتع داخل رقعه الميدان، ولاحظوا بان كاين هناك تعزيزات ديال اللاعبين متميزين، وكنتمنى يعني المدرب يعرف كيفاش يدمج هاد اللاعبين هادو باش يكون هناك يعني تناغم وتناسق ما بين جميع المكونات ديال اللاعبين سواء دفاعيا ولا وسط الميدان ولا هجوميا.
نعم سي يوسف، نبقى دائما مع فريق رجاء ريدي، نعلم أن يعني نجاح الفريق داخل رقعة الميدان أو على المستوى التقني يعني مقرون بنجاح الإدارة والمكتب المديري للنادي. اليوم فريق رجاء ريدي ينتقل من رئيس إلى رئيس، من محمد بودريقة إلى الرئيس الحالي عادل هلا. بداية عادل هلا يعني نجح في رفع المنع المحلي مؤقتا، لكن هل يعني هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على داخل رقعة الميدان، خصوصا بعد الهزيمة الأولى أمام نهضة بركان في الجولة الافتتاحية؟ وأكيد سيكون له أثر إيجابي على كل المكونات، لأن هناك ارتياح كبير عند جميع يعني الجماهير ولا كل الفعاليات الرجاوية، لأن هذا رفع ديال المنع هو عنده يعني عنده إيجابيات كثيرة جدا، لأن غادي يمنح الفريق يعني لاعبين تعزيز الخطوط. بطبيعة الحال، لأن كنعرفوا لأن السنة طويلة جدا وعنده كثير من المواجهات الحارقة سواء محليا أو إفريقيا، ولذلك كنظن بأن سيكون له أثر إيجابي جدا، وسننتظر الفريق الرجاوي سيتقوى كثيرا. بالنسبة للفلسفة ديال الرئيس الجديد، لن تختلف كثيرا عن فلسفة الرئيس السابق، لأن بحكم الاشتغال طبعا معا في الموسم الماضي عادل هلا كان النائب الأول لمحمد بودريقة، لأن كان التغيير فقط أسباب اضطرارية. للرئيس أسباب اضطرارية، وبالتالي كنظن بأن عندهم برنامج، عندهم يعني واحد الفلسفة اللي كيمشيو عليها. كنتمناو، لأن أخت حليمة، على أن هاد المشكل ديال النزاعات والمشكل ديال اللي قائم داخل يعني كل الفرق، أغلبية الفرق المغربية، نعم، أنه ينمحي إلى الأبد، لأن يؤثر كثيرا سلبيا على المسار الجيد ديال كرة القدم الوطنية، وكذلك المنحة اللي خداته سواء في المنتخبات أو الفرق الوطنية. كنظن بأن لازم أنه يتلقى له الحل، على أن يعني ما يبقاش عن النزاعات، وبالتالي تبقى الامور طبيعيه بشكل اللي يخلي يعني التطور ديال كره القدم الوطنيه. نعم مشاهدينا، نذكركم ان فريق رجاء ريدي قدم قبل لحظات لاعبيه الجدد القادمين في الساعات الاخيره من الميركاتو الصيفي المنتهي امس الخميس، نتحدث هنا عن الموريتاني محسن بودا، كذلك اللاعب ايوب العموري ومجموعه من الاسماء الاخرى الوازنه. سي يوسف، اعود معك للحديث عن مباراه الجيش الملكي امام المريخ السوداني. الجيش يعود كذلك بتعادل ثمين من ميدان المريخ السوداني، الفريق يعني يراهن على العوده الى منصه التتويج الافريقيه بعد عودته الموسم ما قبل الماضي الى المنصه المحليه. هل الجيش الملكي قادر على تجاوز الدورة التمهيدية الثاني وبلوغ أدوار متقدمة لملف منافسات الشامبيونز ليج هذا الموسم؟ وصحيح، هو قادر بطبيعة الحال، رغم أنه تعذب كثيرا في المباراة ديال الذهاب، لأن سجل ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، ورغم ان يعني كانت يعني المباراه السابقه يعني كانت عندها وجهين مختلفين، يعني الشوط الاول كان باهت جدا، كانت ثغرات كبيره داخل المنظومه الدفاعيه، وشفنا يعني في الشوط الثاني استفاقه ديال الجيش الملكي قدم يعني مستوى اكبر وقدر باش يعني يمنح نفسه يعني كثير من الفرص اللي سجل من خلال هدفين، ورجع يعني سالما من هذه الرحله يعني المتعبه. كنظن بان الجيش الملكي عنده مقومات كبيره جدا، كيتوفر على لاعبين من مستوى من العيار الكبير جدا، كيبقى يعني كما ذكرنا
يعني هذا المدرب واش قادر انه يختار ذاك التشكيل النموذجي اللي يكون عنده واحد الفعاليه واسلوب اللعب، خصوصا اسلوب اللعب، لان السنه الماضيه كانت واحد الخاصيه عند الجيش الملكي، وكان دائما يسافر جيدا ولكن داخل الميدان يتعذب كثيرا. هل هذا المدرب يقدر يلقى الحل الامثل والحل اللي يعني يعطي واحد انطلاقه جديده وانطلاقه قويه خصوصا داخل الميدان باسلوب لعب اللي تكون عنده واحد النجاعه كبيره، يلقى الحلول المناسبه؟ وكنعرفوا بان الجيش الملكي من افضل العناصر الموجوده داخل المنظومه. نعم سي يوسف، تحدثنا في الشق الأول أو المباريات السابقة عن يعني عن التركيبة البشرية المهمة في الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية، كذلك الجيش الملكي يتوفر على لاعبين كبار من الطراز الرفيع لديهم القدرة على يعني خوض المنافسة الإفريقية، وكذلك لديهم يعني مجموعة من الصفات التي تميزهم عن باقي اللاعبين، لكن في مباراة الأحد المقبل أمام المريخ السوداني برسم إياب الدورة التمهيدية الثانية، الجيش الملكي سيكون محروما من خدمات حارس المرمى المهدي بن عبيد الذي جاور الفريق الموسم الماضي بداعي حسب محمد الشرع في تدوينه على صفحته الرسمية بفيسبوك، قال إن مهدي بن عبيد استبعد عن الفريق الأول وسيجاور لفترة معينة فريق الأمل، وبالتالي سيغيب عن مباراة الإياب. في نظرك هل هذا الغياب سيؤثر على الجيش الملكي داخل رقعة الميدان؟ الفريق بالمناسبة تعاقد أمس مع اللاعب أو الحارس مرمى السابق لفريق نهضة بركان حمزة حمياني، هل غياب المهدي بن عبيد سيؤثر على المجموعة؟ مهدي بن عبيد يعني لديه يعني تجربة مسبقة مع اللاعبين خصوصا في خط الدفاع. أولا أثر بشكل كبير في الغياب دياله في المباراة السابقة، لأن لاحظنا بأن تسجلوا أهداف سهلة، يعني كانت ممكن يعني تفادي هذيك الاهداف، لان كما ذكرنا يعني الجيش الملكي تعذب كثيرا، وكنعرفوا حراسه المرمى حارس المرمى كي يساوي 50% من نعم الفريق، نصف الفريق داخل رقعه الميدان، نصف. اذا سيؤثر وهذا يعني اللي يعني اثر بشكل كبير على حتى النهضه البركانيه. النهضه البركانيه الان تقوى كثيرا بمجيء المحمدي، لان الان يصبح واحد العمله صعبه داخل المنظومه الوطنيه ولا الافريقيه نهضه بركان بمجيء ديال المحمدي، ولكن غياب ديال بن عبيد كنظن بان سيؤثر كثيرا على الفريق. كنظن بان انا اتمنى باش يكون هناك صلح ما بين الفعاليات ويعني والحارس، لان كان كيقدم مباريات كبيره السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها، وكنتمناو ان شاء الله باش يرجع للعرين ديال الجيش الملكي، لان ماشي من السهل انك تغير حارس من مستوى بن عبيد بهذه السهوله. نعم سي يوسف، للختام تحدثنا كذلك في المحاور السابقة للمقابلات الماضية سواء بالنسبة للرجاء وكذلك بالنسبة لنهضة بركان عن الاستقرار التقني، نرى أن الجيش الملكي من الأندية الوطنية القليلة التي لا تعاني من يعني من ملفات عالقة لدى الجامعة الملكية، وبالتالي تؤهل مباشرة اللاعبين الجدد، لكن الفريق يعاني في مجمل المباريات الإفريقية، ما السبب في نظرك؟ لماذا الجيش الملكي لم نشاهده يعني بقوته داخل رقعة الميدان في المنافسات الإفريقية كما يقدم في المباريات والمنافسات المحلية؟ والأخت حليمة، يعني هذا سؤال سابق لأوانه، لأن هذه أول مباراة، سننتظر المباراة ديال الإياب كيف سيكون المستوى ديال النهضه البركانيه ديال الجيش الملكي، يعني رغم ان يمكن كنتكلموا على السنه الماضيه كانت
تعذب كثيرا وما قدرش باش يمشي بعيد في المنافسة الإفريقية، لكن ولكن حتى كنظن هذا الموسم سي يوسف يعني تعثر أمام ريمو ستارز في الدور الأول وتأهل بصعوبة إن صح القول في للدورة الثانية. وصحيح، لان كما ذكرت في الاول على ان تغيير المدرب يعني عنده يعني الاثار ديالو السلبي، لان باش يمكن يعني اللاعبين يستوعبوا مفهوم اللاعب الجديد ديال هذا المدرب هذا، يعني من لازم شيء ما شيء من الوقت باش يمكن لهم يستوعبوه. وكذلك كتبقى الحنكه والابداع ديال المدرب هنايا، اذا كان المدرب يقدر يعني يوصل ذاك المعلومات ويوصل المفهوم اللاعب ديالو الى اللاعبين بسلاسه، ويقدر يكون عنده واحد الفعاليه، خصوصا يقلب على الفعاليه، لان الماده الخام موجوده، اللاعبين موجودين، يعني تركيبه بشريه يعني مثاليه، يعني اي مدرب يتمنى نعم يعني التركيبة البشرية للجيش الملكي، وبالتالي كتبقى هنايا مشكل تقني محض، لأن المدرب إذا استطاع أن يتجاوز هاد الصعوبات، كنظن بأن الجيش الملكي قادر باش يركب هاد التحدي ويمشي بعيد في المنافسات الإفريقية إن شاء الله. نعم شكرا سي يوسف، هذا ما نتمنى لكل الأندية الوطنية المشاركة في المنافسات الإفريقية، رجاء والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك نهضة بركان المتفوق في هذه الأثناء بهدف نظيف من توقيع اللاعب هيثم منعوت على حساب دادجي البنيني، المقابلة التي انطلقت في تمام الساعة 8 مساء على أرضية ملعب بركان البلدي. شكرا لك سي يوسف المريني على حضورك معنا في دي جي سبور اليوم على قناة ميدي أن تي في. تحياتي الأخت حليمة ولكل المشاهدين الكرام. شكرا لكم كذلك مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم في عدد جديد دائما على قناة ميدي أن تي في.